حلم انتظروا أهالي محافظة كفر الشيخ على مدار 20 سنة، واتحقق بافتتاح سيادة رئيس الجمهورية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتحف كفر الشيخ القومي، وبكده بتكتمل المنظومة السياحية لمحافظة كفر الشيخ. يلا بينا نبدأ جولتنا في متحف من نوع خاص بيحكي أسطورة إزيس وأوزوريس وحكايات تانية كتير. جولتنا النهاردة في متحف كفر الشيخ القومي. بحضراتكم. طبعا زي ما احنا قلنا انه متحف كفر الشيخ القومي بيحكي أسطورة إزيس وأوزوريس، وهي أسطورة رئيسية هنا في المتحف، وهي بتلخص الصراع بين الخير والشر، وفي الآخر طبعا الخير هو اللي بينتصر. هنعرف أكتر تفاصيل الأسطورة دي من ضيفنا الكريم دكتور أسامة فريد مدير عام متحف كفر الشيخ القومي. أهلا بحضرتك معانا يا فندم، شرفتنا على شاشة ام بي سي. بحضرتك منورين الدنيا. اهلا بيك. يعني الصراع ده بيحكي عن ايه، وليه متحف كفر الشيخ القومي اهتم باسطوره ازيس واوزوريس؟ هو الصراع بين الخير والشر، او قصه اوزير او ازيس، او الصراع بين حور وست، دي كلها مسميات لنفس الاسطوره. ده كان السيناريو العرض الرئيسي بالنسبه لمتحف كفر الشيخ، وتناول الاسطوره دي لان بعض الأجزاء من الأسطورة وقعت فعلا على أرض كفر الشيخ، لأن الأسطورة بتبدأ أن في المعبود أوزير والمعبود ست. ست دبر المكيد لأخوه أوزير للتخلص منه باعتبار أن أوزير إله طيب، لكن بالتالي المعبودة إزيس بحثت عن أوزير حتى استطاعت أن هي تنجب منه المعبود حورس. المعبود حورس ده تم تربيته ورعايته في أحراش الدلتا، أو ما يعرف باسم إغبيط أو خميس، ودي كان مكانها أحراش الدلتا اللي موجودة حوالين مدينة بوتو القديمة اللي بتقع في محافظة كفر الشيخ. والأسطورة بتستمر إن حصل صراع بين حور وعمه ست للمطالبة بعرش أبيه أوزير، والصراع ده دام لمدة 80 سنة، وبعد كده تحول لمحكمة العدل الإلهية اللي فضلت تتداول القضية لمدة 40 سنة، حتى حكمت بأحقية حورس في عرش أبيه، وإن المعبود حورس هو الإله الشرعي أو الحاكم الشرعي لمصر، واعتبر المعبود ست كإله للشر بالنسبة لمصر القديم. وهي دي الأسطورة اللي أثرت في عقيدة مصر القديمة عامة. يعني الفاترينا اللي ورانا دي بتحتوي على عدد كبير من التماثيل اللي بتشرح وبتوضح أسطورة إزيس وأوزوريس. يعني أهم هذه التماثيل بشكل عام تحب حضرتك تقول لنا إيه؟ في الحقيقة القطعة الفاترين وراها هي بتمثل العناصر الرئيسية في أسطورة الصراع بين الخير والشر اللي هو المعبود أوزير، وفي بعض القطع الأثرية للمعبودة إزيس وهي تحمل المعبود حورس، وفي بعض القطع اللي بتمثل المعبود حورس بعد انتصاره، في بعض القطع اللي تم العثور عليها في منطقة تل الفرعين أو بوتو القديمة هنا في كفر الشيخ، وفي بعض القطع الأخرى اللي المتحف أخذها من متاحف أخرى زي المتحف المصري أو متحف اسكندرية للعرض، لخدمة سيناريو العرض للتعبير عن مراحل الأسطورة نفسها. يعني زي ما أنا موجودة النهاردة أنا شايفة في إقبال كبير من الزائرين لزيارة متحف كفر الشيخ. يعني المتحف إدى انطباع إيه لأهالي كفر الشيخ بشكل عام؟ إنه يعني أنا شايفة إنه المحافظة أصبحت محافظة سياحية وأثرية، فده أنتوا حاسين بيه إزاي؟ يعني أضاف لكم إيه؟ هو المتحف كان بالنسبة لأهالي كفر الشيخ بحالها حلم، وحلم طال انتظاره فترة طويلة لحد ما تم فتح المتحف. المتحف بيلاقي رواج وزائرين كتير، طلبة الجامعة، الأهالي كفر الشيخ، عشان يعرفوا تاريخهم. احنا دلوقتي متواجدين بجانب الجزء الخاص بالآثار القبطية، وطبعا زي ما احنا عارفين ان كفر الشيخ مرت بيها العائلة المقدسة وليها مسار، ومرت بسخة وليها بعض القطع الأثرية في سخة. بس هنا من أشهر القطع الأثرية عندنا اللي موجودة في الفاترينا عندنا كتاب سنكسار، وهو عبارة عن كتاب للصلوات المسيحية، وعندنا برضو من القطع الأثرية الكويسة اللي بتجسد الحاجات دي، في عندنا جزء من قطعة قماش بتصور رحلة العائلة المقدسة ومرورها بمصر. أهلا بكم مرة تانية، وما زلنا معاكم في متحف كفر الشيخ القومي. والحقيقة المتحف يعني بيضم 735 قطعة أثرية، وإحنا دلوقتي في الركن الخاص بالعصر اليوناني. هنتكلم فيه أكتر مع أستاذة عبير الطحان وكيل متحف كفر الشيخ. أهلا بحضرتك معنا يا فندم، شرفتينا على شاشة أم بي سي. إحنا عندنا طبعا معروف إن الحضارة اليونانية في نهاية عصر الأسرات المصرية كانت المملكة المصرية مرت
بضعف، أدى إلى أن اليونانيين جم احتلوا مصر سنة 331 قبل الميلاد بواسطة الإسكندر الأكبر. بعديها هو مات بعد احتلاله لمصر بحوالي 10 سنين. قامت حضارة المملكة بتاعته اتقسمت ما بين قادة الجيش عنده، كانت مصر من نصيب البطالمة، فأنشأوا هنا المملكة الخاصة بيهم. أهم بقى القطع الأثرية اللي موجودة هنا في المتحف بخصوص العصر، يعني حاجة بتقولي الخادم النائم. الخادم النائم ده قطعة رومانية فريدة موجودة في متحف كفر الشيخ، تم إيجادها بواسطة أحد الصيادين في منطقة البرولوس. فالخادم النائم ده بيمثل طفل بيصاحب سيده أثناء السهر. التمثال هو وحيد في العالم، في نسخة تانية في المتحف بس ولكنها أقل جودة منه في متحف روما، في نسخة في متحف المتروبوليتان، ولكن الأفضل هي النسخة المصرية. طبعا زي ما احنا عارفين ان المصريين القدماء بيهتموا جدا بالحياة الاخرى، وده من خلال فن التحنيط اللي له عدد كبير من الحكايات والاسرار. احنا موجودين دلوقتي في قاعة خاصة بالعالم الاخر في متحف كفر الشيخ القومي، بيحكي عن الموضوع ده وفي عدد كبير من التماثيل. هنتعرف على الموضوع ده من خلال ضيفتنا الكريمة استاذة مشيرة سلطان، امين متحف كفر الشيخ القومي. اهلا بيكي، شرفتينا على شاشة ام بي سي مصر. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيكي. يعني القاعة اللي احنا موجودين فيها دي فيها تماثيل خاصة بالعالم الاخر، بتقول لنا ايه في الاطار ده؟ يعني عايز ابدا كمان من التمثال اللي جنبي ده، بيحكي عن ايه يعني اللي هو التمثال ده؟ احنا عندنا المصري القديم كان بيهتم اهتمام كبير جدا بمراقبه الحياه الدنيا او مراقبه الظواهر الطبيعيه اللي موجوده فيه، ومن هنا جات له فكره الحياه بعد العالم الاخر. فعلشان كده جت فكره التحنيط او فكره تحنيط الجسد او تحنيط المتوفى بعد الوفاه. عشان كده اللي موجود ورانا هي مومياء بترجع لعصر الدوله الحديثه، بتبين شكل التحنيط او جوده التحنيط في الفتره دي. بنلاحظ في ان هي بدون لفائف، مع ان المصري القديم كان بيحافظ جدا على اللفائف. فكره التحنيط كان استخراج كامل الاعضاء اللي موجوده جوه الجسد عن طريق فتحه في الجهه اليسرى، وبيتم تحنيطها بصفه منفصله في اواني كانوبيه. جسد كامل بيتم غمسه في محلول ملح من وادي النطرون لمده 40 يوم، ومن هنا جت فكره ال 40 عند المصري القديم. وبيتم تعطيره بالكامل بالزيوت العطريه، وكامل الزيوت دي كان اغلبها بيتم استيرادها من الخارج، وبعد كده بيتم تغمسها بلفائف من الراتنج عشان ان انا اقدر ان انا اسد كامل المسام واحافظ على كامل الجسد ده سليم. عندنا في القاعه كمان تابوت. التابوت ده من أجمل التوابيت اللي موجودة في مصر، للنقوش اللي عليه، لأن التوابيت كانت بشكل آدمي وبتصور الساعات ال 12 بتاعة العالم الآخر. أهم ساعة فيهم كانت الساعة رقم 5 اللي هي المتوفى بيقف فيها قدام المعبود أوزير، المعبود أوزير اللي هو سيد العالم الآخر. فبالتالي هو كان على قد ما بيقدر بيكتب التعاويذ اللي هو تحميه في العالم الآخر علشان يقدر يوصل لحقول الإيارو أو الجنة. ارتباط القاعة هنا بمتحف كفر الشيخ، يعني أعتقد موضوع العالم الآخر ده مرتبط بكل المتاحف، نقدر نقول ليه حبيتوا أن أنتوا تخصصوا قاعة هنا مختصة بشرح الأساطير والحكايات الخاصة بالعالم الآخر؟ يعني إيه ارتباطها بمحافظة كفر الشيخ؟ إحنا عندنا العالم الآخر، سيد العالم الآخر هو أوزير، وأوزير طبقا للأسطورة اللي هي بتحكيها أصلا سيناريو العرض المتحفي، هو شخصية رئيسية جدا من الأسطورة، فكان لازم إن إحنا نجيب المملكة اللي هو بيحكمها في العالم الآخر. رأيك إيه بقى في المتحف؟ كويس تمام. أول مرة تيجي هنا معك؟ أه. إيه اللي عاجبك بقى فيه؟ كل حاجة حلوة، حاجة كويسة لنا ولأولادنا بعد كده. كنت بتشرح إيه بقى للأساتذة؟ هم موقع كفر الشيخ كمدينة أثرية تاريخية، لأن المعظم طبعا ما يعرفش يعني إيه كفر الشيخ. كفر الشيخ هي أول عاصمة اتخذت في تاريخ مصر قبل عصر التوحيد، وطبعا فيها مدينة فول أثرية، هي ثالث مدينة أثرية في مصر بعد القاهرة ورشيد. كفر الشيخ مرت بمراحل كبيرة طبعا، من ضمنها إن المسيح عليه السلام دخل مصر، وطبعا خد سلسلة كبيرة من بعض المحافظات من بلوزة لحد المطرية لحد مصر هنا كفر الشيخ، دخل مدينة ساخة الأثرية، ما زال النهارده ليه قدم موجوده. فرحانين جدا ان هو تعمل متحف في كفر الشيخ، وبصراحه يعني حاجه كويسه جدا ان كفر الشيخ يكون فيها موجود فيها متحف وكده زي بقيه المحافظات. اول مره تشوف المتحف؟ لا، دخلنا قبل كده مرتين او ثلاثه، بس طبعا بيختلف لما يبقى معنا طبعا الاستاذ محمد مرشد سياحي، نبقى فاهمين اكتر واكتر طبعا لما يشرح لنا عن كل حاجه، عن الاسعار وكده وعن المتحف وكده.
افتتاح متحف كفر الشيخ بيوضح مدى اهتمام الدولة المصرية بقطاع السياحة والآثار وحرصها على إبراز الصورة التاريخية والحضارية لمصر. دي كانت حكايتنا النهاردة من متحف كفر الشيخ القومي، واستنونا في أماكن تانية كتير بتحكي عن جمال بلدنا في مصر الحلوة. شكرا لكم وإلى اللقاء.